الأشياء كلها اللي بتعبر عن سوريا، اللي هي العلم والموزاييك السوري والأبدية والعراقة اللي موجودة ببلدنا سوريا. فحاولت قدر الإمكان بأكثر من تقنية أنه حط بالمربعات، عبرت عن التنوع والجمالية اللي كلها مع بعضها، عطت إيحاء بألوان العلم السوري ومقدمته الجندي اللي 7 سنين من الأزمة كان هو صمام الأمان الأول لسوريا وشعبها. نحن كفنانين يعني من بدورنا منقدم شيء لبلدنا، مثل كل الجنود الموجودين يعني بيدافع بالألم وبالريشي، نحن كفنانين مندافع كمان بلوننا وبأفكارنا اللي منقدمها. يعني إن شاء الله نكون قدمنا لسوريا شيء يعني يكون منيح، والله يحمي سوريا والجيش العربي السوري. اليوم أنا مشارك بتمثال بعنوان لحظة ارتقاء الشهيد، إنه اللحظة اللي بترتقي فيها روح الشهيد عن جسده، كمية الغضب اللي جواته إنه باقي بده يقاتل وما بده يستشهد وبده يضل عم يقاتل، والأرض عم تعانق وما بده يستشهد. تمثالي أنا نوع تجريدي ومن مادة الريزين،